يقول العلماء: من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله ولو كان في جوف المخاطر، وصاحب المعروف لا يقع فإن وقع وجد متكئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. من أراد أن يحمي أولاده من المصائب، من أراد أن يحمي صحته من الأمراض، فليجبر بخاطر الإنسان. قديما قالوا: إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس إليه. فيا أخي أجبر بخاطر الناس، أطعم جائعا، أكس عاريا، ساعد محتاجا، ارحم ضعيفا، سامح مسيئا، عد مريضا، أغث ملهوفا، شيع جنازة، أكرم ضيفا، أكفل يتيما، خذ بيد أعمى، أستر مسلما، اسعى على مصلحة أرملة، دل التائه على الطريق الصحيح، أصلح بين متخاصمين، اقض دين إنسان مديون، عيش خداما للمسلمين، ولا تعطي للشيطان فرصة أن يوسوس لك أن فلانا لا يعرفك إلا في وقت المصلحة. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. جبر الخواطر هو إنك ترحب بي ورحب بيك، توسع لي في المجلس وتجلسني بجوارك، نتقابل في مطعم، أنت تقوم بدفع الحساب أو أنا أقوم بدفع الحساب، إنك تكون ماشي بسيارتك وتركبني معاك، زوجتك أم أولادك صنعت لك طعاما طيبا، أشكرها واجبر بخاطرها. جبر الخواطر هو عبارة عن حضور عرس وتشييع جنازة وزيارة مريض. جامل الناس، أنت مثلا تهديني وجعا وتقول لي أنا آسف، وأنا أجاملك وأقول لك عادي ولا يهمك، كل هذا من جبر الخواطر. بنت مثلا لم تتزوج وتريد أن تتزوج، أجبر بخاطرها وابحث لها عن عريس أو تزوجها أنت. والله ما أجمل أن يكون همك همي. امرأة كبيرة في السن تبيع ربطة الخضار بخمس جنيهات، أجبر بخاطرها وأعطها عشر جنيهات. يا أحبابي لا تجادلوا ولا تفاصلوا مع المساكين والفقراء، لا تكسروا بخاطر الضعفاء. أنت أحيانا تذهب إلى بعض الأماكن العامة وتشرب كوب العصير بثمانين جنيه. نفس عميق واستعد للسؤال القادم. بالله عليك هل تستطيع أن تفاصل أو أن تجادل عند دفع فاتورة الحساب؟ طبعا لا، تخاف على وضعك أمام الناس، بل أنت تعطي العامل مئة جنيه وتقول له الباقي من أجلك. إن الفشخرة سوف تدمرنا جميعا، أما الفقراء فكان الله في عونهم. يا حبيبي كن أنت الشخص الذي عندما يراه الناس يقولون ما زالت الدنيا بخير. اجعل من يراك يدعو لمن رباك، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. من أراد أن يكون محمدي الخلق، من أراد أن يكون رفيع الشمائل، من أراد أن يكون منتسبا بصدق إلى هدي النبوة، فليكرم الإنسان وليجبر بخاطره. فأصحاب المروءة من أحرص الناس على تأليف القلوب وتطيب النفوس ومد بساط الأخوة والمحبة، وتلك شيم الكرام. واعلم يا عبد الله أنك إن جبرت بخاطر الناس فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجبر بخاطرك. فالجزاء من جنس العمل، إن تجبر تجبر، إن تستر تستر، إن تعين تعان، وكما تدين تدان.